لا يا مهروان، عصام ما بيكدبش عليك، القرش فعلا عايز يقتلك. عصام يعرف القرش منين؟ معرفش، رجاء هو اللي قاله. لو انت تعرفه منين؟ مالكش فيه، مش ده موضوعنا. يا ابني افهم بقى، الناس دي انا عارفها كويس قوي، انا خايف عليك بجد. انت بقيت مكشوف قوي يا هادي، ومن كتر غبائك فاكرني عيل صغير هتضحك عليه بكلمتين. لا يا هادي، مش هتعرف تسكتني ومش هتمنعني من حاجة أنا هعملها. مروان، أنا كنت عارف اللي بينك وبين كاميليا. طيب، طالما كنت عارف، أنا هحصر قلبك على بنتك زي ما حصرت قلبي على كاميليا، واديت لنفسك الحق انك تقتلها. والله العظيم تلاتة ما قتلتها. لا قتلتها، انا شفتك. زي ما قلت لك، احنا الاتنين مسؤولين على اللي حصل ده. صدقني مليان. اهلا يا هادي، ازيك؟ انت اكيد طلعت فوق ما لقيتش حد، صح؟ عايز اتكلم معاك شويه. اتكلمي يا كاميليا بدل ما انزل غرامياتك على النت، واللي ما يشتري يتفرج. انت ولا اخوك مفيش حاجه شاغله بالكوا غير الفلوس. اخوك اتجوزني عشان يحطني في الخزنه، طبيعه خيره وما مش عارفه اتنفس. انا مش عايز لا تعاجني كتير، انا مش همشي من هنا الا لما افهم اللي بيحصل معايا ده بيحصل ليه وازاي. انا ما اعرفش حاجه، انا ماليش دعوه باللي بيحصل. اخوك هو اللي بيعمل فيك كده، روح صفي حساباتك معاه. انا ماليش دعوه بحاجه، اخوك خد كل اللي قدامك واللي وراك. تمام، انا هروح اصفي حسابي معاه وبالمره سمعه. انت اكيد مش طبيعي، انت اكيد شيطان يا هادي. منك لله، انا عارفه ان انا غلطت، بس انا في الاول كنت فاكره ان مروان بيضحك عليا بكلامه الحلو، خاصه ان هو كان عارف ان انا محتاجه احس اني بني ادمه. بس بعد كده لقيته بيحبني بجد، وبعد كده الموضوع بقى صعب، انا كمان حسيت اني بحبه. والقرطاس اللي انت على سمته ده ايه؟ انا قلت له مليون مره ان انا عايزه اتطلق، هو رافض، رافض يطلقني، هو مكتفني. عايز تقول له روح قول له، روح قول له لو ده اللي هيريحك. هقول له، مش بس هقول له، انا هقول للناس كلها. افضحني عادي يا هادي، ما يهمنيش، بس خليك فاكر انه في الدنيا دي حاجه اسمها داين تودان. مش هقول لعصام والله، ولا كنت ناوي افضحها، بس كنت بضغط عليها علشان تتكلم. ما هو محدش فيكم عايز يقولي الحقيقه، ولا هي قالت. ومن ساعتها انا مش عارف اذا كانت هي ضحيه ولا مذنبه. يا ابني انت استنى بقى يا مروان، استنى، لازم اداريك في اي حته، القش مش هيسيبك. انت لحد امتى هتفضل فاكر نفسك بتعرف تعمل كل حاجه؟ لحد امتى مش هتبقى شايف غيرك في الدنيا؟ انت حمار يا هادي، حمار وغبي. انا حمار اغبى منك. لا لا، ولا انت مدورينها، روح تفتكر كده. انت بني ادم لا رحت ولا جيت،
هو بس اللي مدورها. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.